الله يا الله، الكتاب حقي هذا وين حطيته؟ وين حطيته؟ الحين وين القاه في الكتب هذه كلها؟ والله مشكلة مشكلة، في كتاب انا اشتريته عشان بروح اسجل في المدرسة، ولازم احطه، بس الظاهر اني حطيته في الشنطة الظاهر، وهذه الكتب حقتي كلها الحمد لله. انا الان مستعد انه هلا هلا ويدي. هلا هلا اخوي، تقول ما شاء الله، ايش شفت؟ شفت ما شاء الله، اجيبكم بيتي المدرسه اليوم. والله اسمع، ما هو اليوم يا حبيبي، انت مره بتحمس ترى، ما هي اليوم المدرسه، المدرسه بعد اسبوع، بعد اسبوع احنا الحين ما سجلنا، لازم نروح نسجل في المدرسه ونروح ونستفيد من وقتنا، لعشان ايش؟ لان احنا الوقت بس نلعب نلعب نلعب، ما في فايده، لازم نروح نسجل في المدرسه ونستفيد. انا حاطه هنا مجلد، ايوه هذه مجلدات حقتي قاعد اتفرج فيها، وسيارات والعاب وكذا حركات. بس خلاص اسمع اسمع يا اخوي، انت ما دامك طفشان، انا عندي لك. طيب طيب خلاص خلاص خلاص، طيب اسمع اسمع اسمع، انا جبت لك حل، خلاص لا تكسر ما تكسر. ليش كسرت الكتب؟ ابغى الكتب دي اقرا فيها بعدين، بس ابغى اقرا فيها بعدين. يا اخي انت بتشتري هذه الكتب، خذ الكتب شكلها احلى، كسرت كسرت يا اللي ما تشتري. خلاص لا 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 لا، اطلع اطلع برا بيتي، اطلع برا بيتي، اطلع برا بيتي، وش شكله حلو خربته والله، انت الله يديك تبغى تطش الكتب كلها. خلاص اطلع 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 اطلع، اجيك شويه اجيك شويه لما تشتري. والله مشكله مشكله، عندك مسامير هنا واشياء رهيبه. يلا 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 برا بيتي برا بيتي برا بيتي، العاد شوفك، انا غبي اني ترك الباب مفتوح. يلا مع السلامه. هنا موجوده لويجي، سيارتك اسطوريه يا اخي. لا لا تعال 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 تعال، والله بخ سيارتي انا، بخ سيارتك، وقف وقف وقف، روح السيارة. طيب روح سيارتك، روح سيارتك، وطل السياره حقك، خلينا نفرفر فيها. امسك امسك يا ولد، ايه شوف انا بس يبغى مضاربه، يبغى مضاربه اليوم، بس يبغى تضارب، بس يبغى تضارب. يا حبيبي شوف شوف سيارتي جميله، هلا والله والله شكل اخوي طفشان مره، يبغى بس نلفلف. طيب يلا نلفلف نلفلف يا حبيبي، بكسر لك الزرع كله. لا 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 يا غبي، الله هذا بينكم يا ولد، اطلع من الزرع. لا اجي والله بالسيف عليك. خلاص يا ولد تعال تعال تعال، عمر الشبيت ترى مره معصب الان، من اخر مره لما ذبحنا التماسيح حقتي تذكرها، صار مشكله مشكله. بس صح صح، وش رايك وش رايك نروح على حلبة السباق نتسابق انا وياك؟ والله مشكلة مشكلة، بس تدري ايش صار؟ تدري ايش صار؟ تعال اوريك، تعال اوريك، والله في شيء انا معلمتك اياه يا اخوي، هذا الشيء ما حد يدري عنه، ما حد يدري عنه. تعال شوف شوف، تذكر المتنمر لما جاء، تعال تذكر جاء وكسر كسر كل السيارات حقته، شوف كسرها، اللي ما يشتكي شوف كسرها، ولا اسود مكسر مكسر، خلاص بتنكسر بتنكسر. وهذا المرة وصحه مسجون مسكين، مسجون انت نسيت شكلك، خلاص النعمة. وش رايك لا 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 لا، خلاص خلاص اسمع اسمع، خلاص خلاص انا باخذ السيارة ونلف في ذينا، ولا انا ما نبغى مشاكل، انت شكلك تبغى مشاكل 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 في كل مكان. يلا 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 يا حبيبي، خلنا نمشي من هنا، تعال مع الطلعة دي، شوف شوف كيف، هلا والله بالطلعة. شوف يلا يلا، سوى 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 سوى، شوف شوف شوف، ما يقدر ما يقدر ما يقدر. يلا يلا ورينا ورينا كيف تسويها، ورينا كيف تسويها، ورينا كيف تسويها. شوف شوف شوف، دقيقة دقيقة دقيقة، الحين بتحفل المي، بتحفل المي، تخرب سيارتك. شوف يلا يلا، شوف ماريو البطل. لا كويس والله والله، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، بوريك 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 حركة اسطورية ما شاء الله، والله قد سواه سواه، وقف هنا ما شاء الله. انا كان كان ودي انك تطيح في المويه، بس ما طحت ما طحت، احمد ربك احمد ربك. الحين بطيح في المويه بسيارتك لا لا لا، طحت في المويه بسيارتك. الحين اوريك. اوو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 و
ما تقدر تريني شيء. لا 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 سيارتي سيارتي الامر ما كيف اطلع. والله مشكلة مشكلة والله الحين شكلها بتخرب. امشي امشي ما يراد تمشي. والله لو اوريك كمان تعال تعال لما تستحي سيارتي ايش تخرب ايش تخرب خربت 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 المويا خربت. والله لو اوريك افتح الباب افتح. والله لا اوريك لا ادخل في البيت حقك وتطلع معك. خسيت سيارتي داخل البيت وانا قاعد اجيهن. طيب انت تحسب نفسك انك محمي هنا. والله لا اوريك لا ادخل بيتك باي طريقه باي طريقه الحين باي طريقه. والله ما تقدر ما تقدر ما تقدر ما تقدر. ترى اكثر بس روح اتابع كرافتر مع سلامه. طيب 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 والله لو وردي والله لا تفهم معي بس انا ما ابغى ادخل مع قزاز يشوفني ابغى اخذ سيارات وهج بس عندي خطه مره ذكيه خطه ذكيه يا حبيبي تدري ايش بسوي؟ ابروح اسوي له خندق من بيتي لبيتي عشان كل ما زعلني اروح ادخل مع خندق واطلع له من بيته وما هو داري. ايوه يا حبيبي لازم الان نجيب الادوات حقتنا. انا حطيت ادوات هنا في الصندوق هذا وباخذها وبسوي الخندق. يلا شوف الاغراض كويس هذه الاغراض كلها يا حبيبي كنت حاطه هنا لانك قاعد اشتغل على البيت حقي اشتغل على البيت حقي بس الحين اوريه مالي ذا اللي ما يستعي. والله اوريه والله والله اذا ما وريته انا ماني ولويجي وين الويجي وين وين خلنا نشوف خلنا نشوف وين شوف
فرحان فرحان ما شاء الله تبارك الله فرحان ينقص في بيته فرحان. طيب طيب ها شوف سبيل الحركات يا ويلي والله لو اوريك والله لو اوريك تسبيل الطقطق علي. طيب طيب دحين خلني عينيني دخلت البيت عشان ما يشوف لي. اي كويس كويس اشوف اي خلاص راح كويس كويس نشوف دحين نحسب الطريق من هنا. واحد اثنين ثلاثة أربعة الظاهر لو أمشي من هنا سيدة أطلع في المطبخ حقه. كويس كويس تعال بسرعة 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 يا حبيبي نجي من هنا شوف الممر السري اللي بسويه. أبسوي ممر سري بالضبط بالضبط هنا بس لازم أسد بعدين نكسر هذه ونكسر هذه يا حبيبي. كويس كويس الآن إحنا تحت الدرج حقي لازم أدخل من هنا يا حبيبي وأنزل من هنا وأسوي لي حفرة على طول توديني لمين؟ بيت ماري يا حبيبي. أيوه أيوه بيت ماري أخش على البيت حق واخذ كل شيء من عنده والله لا اتفاهم معه والله والله هذا مزعلني 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 طول اليومين مزعلني. بس خلينا ننزل تحت زياده عشان ما ينتبه عشان ما ينتبه عشان ما ينتبه. كسر 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 يا حبيبي كسر يا حبيبي كسر والله بوصل بوصل بيت ماري لازم اوصل بيت ماري بسرعه في اسرع وقت. اوه والله كسر كثير الظهر من الان احنا ورا بيت ماري ولا قدام قدام بيت ماري لسه ما وصلنا ما وصلنا لازم كسر زياده عشان نجي تحت. الظهر ان دحين الان احنا تحت بيت ماري طلع فوق ولا ما طلع فوق لا اخاف انه ما كف اخاف انه ما كف لازم كسر زياده تقص الجادة عشان أعرف وين بيت ماري. ها ليش والله في دايمون دقيقة دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم. واو وش هذا يا ولد وش هذا غرفة هذا شكل حق ماريو. يا الله شو صحت صارت ما شاء الله تبارك الله وش غرفة الدايمون هذه الجميلة. أكيد أكيد هذه حقة ماريو أكيد حقة ماريو حاط صندوق هنا يا سلام وحاط سلم وحركات شكل هذه غرفة هو مسويها هذا الصدام بعني اللي ما يستحي تعرف إني أنا لويج ألقى كل شيء يا حبيبي ألقى كل شيء. خلنا نشوف خلنا نشوف إيش حاط الصندوق هذا إيش تقول إيش فيه والله ما يستحي خلنا نشوف. واو يا دايموند والله لعب بدايموند كثير اللي ما يستحي. والله كويس ايش اسوي ايش اسوي ايش تقولون اسوي ايش تبغون اسوي اسرق الدايموند ولا ما اسرق الدايموند انتم اكتبوا لي في الكومنتات والله ما ادري ايش اسوي انا الصراحه ما اخذ الدايموند وين راح دور راح وين راح ما شفته. بسم الله الرحمن الرحيم اختفى فجاه هذا قال لي انه يغدر فيني وبيجي على البيت. طيب ليش ما جا ليش ما جا انا منتظره. يا ربي بس شكله اكيد اكيد راح 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 برا 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 المدينه هنا كامله اكيد راح مكان بعيد عشان كذا انا والله بنفسي اني اروح اشوف المكان السري حقي المكان افضل مكان بالعالم والله لويجي ما يدين هذا المكان. خليني اطلع برا اشوف في احد. بسم الله لا لا ما في احد يلا 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 خلي انزل خلي انزل. بسم الله بسم الله يلا 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 كسر 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 كسر. بسم الله ايوه اخذت اخذت الخشب. بسم الله خلي انزل خلي انزل. بسم الله شوفه هذا هو. اهلا يا ماري البطل كيف حالك وش رايك في الدايموند اللي خليته لك عندك هنا. اكيد اكيد استانس ومتحمس فيه. خلني اشوف الدايموند حقي يا سلام انا كل يوم كل يوم لازم اجي اشوف هذا الدايموند الدايموند يا سلام الدايموند والله كثير مره كثير مره والله انك علاج لكل شيء الدايموند والله اني انا يوم اصحى من النوم واكون نعسان اجي اشوفك اصحصح يوم اكون تعبان يروح مني التعب والله انك كويس كويس مره يا الدايموند. اوه سلام يا سلام يا الله والله اني مستانس عندي دايموند كثير 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 عندي دايموند قاعد تلعب بالدايموند والله شكرا الحمد لله راح 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 نفسية والله مع الدايموند هذا اقدر اسوي اي شيء اي شيء حتى لو لويجي فكرني بيوم من الايام اقدر اسوي اعظم بيت في العالم. خلني ارجع فوق لا صح صح خلني اجمع الدايموند حقي ذا وارجع للصندوق لازم ما ابذر لانه التبذير حرام. خلني ارجع الدايموند للصندوق حقي عشان ما يضيع مني. الله وش الورقة يلا يلا خلاص روح خلني ارجع روح اللي ما تستحي يلا خلني اسكر الحين اسكر الحين وراي. بسم الله طلع طلع الحمد لله خلنا نتاكد انه راح. اي كويس الحمد لله والله راح راح شفت كيف قاعد تلعب بالدايموند اللي مستحي احنا قفطناه يا حبيبي خلاص خلينا ناخذ كل الدايموند والله نسرق كل الدايموند تفاهم معي والله ما اخلي الحاجه ايوه ودايما اسرق مني دايموند وذي المره انا عرفت ان حاط الدايموند حقه انا مستغرب دايما ماري ما عندي دايموند ما عندي دايموند طلع حاط هنا كله ما شاء الله وحاط غرفه كلها بلوكات دايموند ما شاء الله تبارك الله احنا بنخلي كل شيء بس بناخذ الدايموند هذا وباخذ الصندوق هذا بكبر ايوه باخذ الصندوق كبر وبادس وخليه هو ينصدم عشان المره الثانيه ما يسرق من عندي دايموند. وين الممر حقي هذا هو الممر حقي بسرعه 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 نطلع لازم بسرعه لازم بسرعه قبل يجي. بسم الله الرحمن الرحيم خذ الدايموند وطب بسم الله ايوه خلاص بسكر بس المكان اسكر المكان بوم بوم ويلا اهرب يا حبيبي اهرب والله اخذت دايموند كثير يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لازم اندس ما اتوقع اني بيلقى الماء النفق هذا كويس اني سويت النفق الحمد لله بس الحمد لله. اوه يا سلام جبت الكورن فليكس حقي هذا الاسطوري اللذيذ
بس والله صراحة ما لي نفس لها. أنا مدري أصلا ليش شريتها، والله تندمت، أبغى أسوي لي شيء أكله. أوه جت فاسي فكرة، ليش ما أسوي لنفسي كبسة؟ ولا لا أنا ليش أسوي كبسة؟ ليش ما أروح أشتري أنا الكبسة؟ لأنه عندي دايمود كثير، أنا بس قاعد أحط دايمود، أحط دايمود، أجمع على الفاضي، ما استفدت منه شيء، لا سويت بيت، لا سويت شيء أبدا، بس قاعد أجمع. والله شكلي خلاص هالمرة شكلي بروح أنزل تحت على المخبأ السري حقي، المخبأ الأسطوري، وأخذ كذا حبة دايمود وأروح أشتري كبسة وأكلها. والله دي متحمس ومستانس، والله أنا جيعان مشتهي الكبسة مشتية. يلا خليني أنزل بسرعة، خليني أروح. يقولي صح قبل لا أكسر، وين الويجي؟ أوه الويجي مسكر الباب، أكيد مو موجود. خليني أنزل بسرعة، هذه فرصة قبل لا يشوفني، أكيد بيجي من هنا شوي. بسرعة أنزل. بسم الله. يلا. صندوق الدايموند حقي، وين راح؟ صندوق الدايموند وين صندوق الدايموند؟ وين صندوقي وينك يا صندوقي؟ من بالاخره، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف دخلوا؟ طيب وشلون؟ ما في شيء مكسر، بسم الله ما في شيء هنا. يا ربي شكله شبح، اوه شبح جراني الحقيقي، ورقة الدايموند حقي جراني والله جراني سرقت. يا ربي شو اسوي الحين؟ انا والله لي فتره اجمع، يا ليتني صارف من هالشيء، يا ليت والله اني غبي. يا سلام تو نزلت الصندوق، اخذت كل الدايموند حكمال يا اخوي، اخذت كل الدايموند، والله دايموند مره كثير يا حبيبي. خلاص انا صرت غني اخيرا اشتريت الدايموند حقي من كثر ما اسرق ماريو. اوه لا لا يكون الكاميرا شغاله هذه تصور لي، لا يا كاميرا تصور لي. دقيقه خلينا نشيل ننزل كل الاغراض، بس اهم شيء قبل كل شيء نروح لازم نسكر الممر هذا عشان ماري ما يدري اني انا اللي سرقت الدايموند حقه. ايوه انا استرديت الدايموند حقي، مو سرقت الدايموند حقي، استرديت الدايموند حقي، لان هذا الدايموند اغلبه لي انا، هو بس سرقه مني الله يهدي. بس خلينا نحط الدايموند كله هنا وندسه في مكان، لازم ندسه في مكان مره كويس، والله ما ادري وين ادسه، بحطه في الكتب لان ماري اصلا ما يحب الكتب، بحطه هنا. ايوه ما راح يدري ان هذا في دايموند، ما راح يدري، بيقول هذا الصندوق كله كتب، انا ما احب الكتب اصلا. بس خلينا نروح نشوف لا يكون درع، والله شكل الدرع. اوه لا لا يكون درع اني سرقت الدايموند حقي. بنشوف نسلم عليه نقول له يا اخوي شوف يعني ما في شيء. السلام عليكم يا ماريو. يا ربي ليش كذا؟ ليش ماريو شفك تبكى ماريو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا اخي تبغى مني اقرا من بيتي اقرا ما ابغى تبكي، شفك تبكي بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ليش يبكي ذا؟ يا ماريو افتح الباب ليش تقفله افتح الباب يا اخي. تبي شفك تبكي اخوي، انا جاي اساعدك، شفك تبكي؟ مين زعلك فيها؟ زعلك اضرب السيف. مينو لا ما في شيء بس انا قاعد ابكي لانه عندي دموع كثيره ابغى اخلصها، ما لك دخل فيني. استقبل علي اجل، استقبل علي. لا من جد يا اخوي انا مش عليك، انقل يا اخي، انت ايش تبغى مني كل يوم جايني؟ لا انت شكلك ذا الشيء عني ما تبغى تعلمني؟ وشنو علمني؟ ولا شيء لا ما في شيء ما لك دخل، لا تسالني ثاني مره. الله اخوي والله شكلي جبت العيد، انا عارف ليش زعلان، ليش انا الدايموند مو فيه، والله ما يبغى يعلمني لازم والله اروح ارد الدايموند. الصراحه انا سويت شيء غلط، المفروض اني ما اسرق الدايموند حقه، ليش كذا قاعد يبكي اخوي؟ والله مسكين اخي، انا حزنت والله الصراحه، لازم اروح ارد للدايموند، بس لازم اعلمه، لو يدري بس اني انا اللي سرقت الدايموند والله بيكسر بيتي، كيف ارد له؟ والله انا في ورط الصراحه، لازم اروح استشير عمي رشا شبيل، اقول له يا عمي رشا شبيل تكفى ساعدني، ابغاك تدي ماريو هذا الدايموند كله عشان يفرح. وايوه لازم اروح اكلمه، لازم والله ما ادري، انا لو يدري اني انا سرقت والله ما تعرفون ماريو ما شاء الله تبارك الله عليه، مصيبه يكسر كل شيء، ما يخلي لك حاجه وحده، والله يعصب في الدنيا كلها. قلت تسرق الدايموند حقي، لازم اروح على المشاري. يا عمر شبيل السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا عمر شبيل، الفرطه جبت العيد يا عمر شبيل، ابغى مساعدتك يا عمر شبيل. وش فيه دائما تسوي مشاكل يا اخي، ودائما تسالني وتقول لي انت في ورطه. والله يا عمر شبيل ان ترى ما بالغلط سويت مشكله. اسمع انا الصراحه كنت اكسر بسوي مقلب في ماريو، جيت من تحت بيته وكسرت الا لقيت مخبأ عنده مليون دايموند. ايوه دايموند، ما شاء الله عليك، كيف من وين جايب الدايموند هذا كله؟ ما ادري وانا شفت العيد وسرقت هذا الدايموند. طيب بس المشكله ايش؟ الماري دحين يدور الدايموند حقه يبكي وحزني الصراحه، حزني، ايش اسوي؟ هو سرق مني قبل. بسم الله. اسمعني
الآن تروح بيتك تجيب الصندوق وترجع المارك. طيب 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 خلاص خلاص أبشر 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 يا عم أنا شبيل خلاص. يلا 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 روح روح، ترى معاك 5 دقايق، إذا ما رحت راح أروح أعلم ماريو عليك إنك اتسرقته، وتعرف إيش راح يسوي فيك. والله مشكلة والله والله مشكلة. خلاص طيب طيب يا عم أنا شبيل، أنا أبغى مساعدتك. قلبت علي والله قلب علي يا عم أنا شبيل، بيروح يعلم بيفتن بيعلم ماريو، يعلم ماريو إني أنا سرقت الصندوق. الله يستر. خلاص أنا بروح، أنا جت الخطة أنا جت الخطة، بروح عند بيت ماريو بحط الصندوق قدامه وبهرب، ولا كأني سويت حاجة، بس إن شاء الله ما يدري إلا لو ترى. والله والله مصيبة مصيبة يا ولد. وين الصندوق؟ بس وين الصندوق؟ هذا هو الصندوق، خذ حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهم شيء ماري ما ينتبه. ليكم ماري ينتبه. الله يستر الله يستر، بس ليفتح الباب ده من عند عند الباب مع الصندوق. الله يستر بس الله يستر. خلنا نشوف خلنا نشوف. أوه كويس كويس، الظاهر إنه مو في، الظاهر إنه مو في. بسرعة بسرعة بسرعة، اجري 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 يا حبيبي، حط الصندوق هنا ودق الجرس وبسرعة اهرب 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 اهرب. ان شاء الله ما يشوفني ان شاء الله ما يشوفني. دقيقة دقيقة دقيقة، كويس كويس خلاص 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 كذا ما يشوفني. والله شكل بيفتح الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، مين مين؟ وين؟ وشو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وشو؟ اوه الصندوق حقي. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كيف انت كيف رجعت هنا؟ من الإجابة من الإجابة يا حقير، وينك؟ اطلع والله وريك والله تشوف. خلي خلي ادخل بسرعة، خلي ادخل صندوقي. يا سلام الحمد لله الحمد لله انتبه. الحمد لله يا الله يا رب يا الله الحمد لله. خلاص خلاص خلنا ندخل خلنا ندخل خلنا ندخل البيت خلنا ندخل البيت. انت حقير اللي سرق. يا الله يا الله انت ايش فيك ايش فيك انت طالع من البيت من الشغل؟ ليه تسرق ليه تسرق ليه تسرق؟ وش جرك بعدين؟ تعال بعدين. كيف 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 عرفت المخبأ السري حقي؟ كيف كيف سري؟ انا ما ادري ما اعرف شيء. مش هذا ايش تكلم عنه؟ تسوي نفسك تكذب ولا والله اضربك ترى. تقول تقول الصدق ولا ولا اضربك بالبازوكا. علمني والله 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 صراحه صراحه صراحه. انت كيف عرفت ان انا؟ كيف عرفت؟ اكيد عمل شيء شبيل علمك اكيد. انا شفتك شفتك لو ما علمني شيء شبيل. شبيل يدري اصلا؟ شفتي ها؟ لا 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 شبيل مقصدين معك. ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري احنا ما ادري ان عندك مخبز. الصراحه يا اخوي ماري الصراحه الصراحه انا كنت بسوي خندق كنت بسوي خندق لبيتك وجيت وانا احفر فجاه كسرت كذا لقيت الصندوق الدايم وانت لقيت غرفه الدايم هذه حقتك كامله. ما شاء الله عليك والله بالغلط والصراحه كان ودي اني اخذ من الدايم شويه عشان ايش؟ عشانك انت كنت تسرق مني صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كنت تسرق مني. ليش تاخذ من الدايم؟ تشوف بيتك ما شاء الله كبير ما تحتاج دايموند. خلاص خلاص اسمع، تفجر المدينه حقتها تفجر المدينه حقتها. انت كل شيء تفجر المدينه حقتها. طيب طيب مشكله طيب خلاص. بس انت قهرتني انت قهرتني يا اخي يا اخي. اذا تبغى دايما تعلمني انا اعطيك، انا ما ابخل طيب عليك. اسمع خلاص 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 يلا اعطني 10 استقاد دايما. ماني اعطيك ماني اعطيك ما يدخل فيك. يلا مع السلامه. توك تولي تولي تولي.